العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال رحمه الله: ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرأ: وجاء المعذرون بالتخفيف، ويقول: هم أهل العذر. وكذا روى ابن عباس، وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء. قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم نفر من بني غفار، منهم خفاف بن إيماء ابن رحضة. وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يأتوا فيعتذروا. وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من الأعراب. قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق. والقول الأول أظهر، والله أعلم، لما قدمنا من قوله بعد: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. طيب، هذه الآية: وجاء المعذرون. لما انتهى الكلام على المنافقين في المدينة، شرع في بيان أحوال المنافقين من الأعراب، وهنا: وجاء المعذرون. عرفنا المعذرون فيها قراءات، يعني بالتشديد: وجاء المعذرون، وجاء المعذرون، وجاء ماذا بتشديد العين والذال، كيف تنطق صلاح؟ كيف تنطق بتشديد العين والذال؟ وجاء المعذرون، هذه قراءتنا، هكذا بشار أعد المعذرون
المعذرون، تكون هكذا المعذرون. فعندنا فيها قراءات. طيب هذا كتاب القراءات، انظر. طيب المعذرون من يعني؟ وجاء المعذرون أي المقصرون المتوانون، ولهذا يقال يعني قد أعذر من أنذر، يعني أنه قصر وتوانى. هذا على قراءة التشديد. وأما المعذرون، طيب فالمراد إذا كان له عذر، وجاء المعذرون أي إذا كان له عذر. وهذا الذي ارتضاه الحافظ ابن كثير رحمه الله، لماذا؟ لأن بعد هذه الآية وقعد الذين كذبوا الله، هم كذبوا، إذن هؤلاء لهم عذر. طيب هنا في قوله وجاء المعذرون قرأ يعقوب المعذرون بتخفيف الذال بعد سكون العين ووافقه الشنوبذي، والمراد بهم الذين أعذروا وجاءوا بعذر، يعني لهم عذر. قال رحمه الله وقرأ الباقون المعذرون. طيب يعني قال بالتشديد أي المعتذرون المعذرون بالتشديد المعتذرون. طيب والقراءة تشديد العين. طيب زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، وهذه القراءة منقولة عن، قالوا عن مسلمة المعذرون. طيب بمعنى المعتذر، المعتذر. أبو حيان صاحب البحر المحيط يقول هذه القراءة إما غلط من القارئ أو عليه، قل هي غلط، يعني غلطها أبو حيان رحمه الله تعالى. طيب في زاد المسير قوله وجاء المعذرون وقرأ ابن مسعود المعتذرون وقرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن يعمر ويعقوب المعذرون. إذن ابن مسعود ماذا قرأ؟ المعتذرون. ولعلها قراءة تفسيرية، ابن مسعود يعني له، ترى أحيانا يأتي بأشياء تكون تفسيرية، فقرأ المعتذرون، قراءتنا المعذرون، قرأ من قرأ من أصحاب القراءات المتواترة وجاء المعذرون، وجاء المعذرون، ويعقوب المعذرون بسكون العين وتخفيف الذال، وقرأ ابن السميفع المعاذرون بألف. قال أبو عبيدة المعذرون من يعذر وليس بجاد، وإنما يعرض بما لا يفعله أو يظهر غير ما في نفسه. وقال ابن قتيبة يقال عذرت في الأمر إذا قصرت، وأعذرت جددت،
وقال الزجاج: من قرأ المعذرون بتشديد الذال فتأويله المعتذرون الذين يعتذرون. كان لهم عذر أم لم يكن؟ وهو ها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي فقد جاء بعذر. ويجوز أن يكون المعذرون الذين يعذرون يوهمون أن لهم عذرا ولا عذر لهم. ويجوز في النحو قال، طيب بكسر العين المعذرون، بكسر العين والمعذرون والمعذرون بضم العين، غير أنه لم يقرأ بهما لأن اللفظ بها يثقل. ومن قرأ المعذرون بتسكين العين فتأويله الذين أعذروا وجاءوا بعذر. وقال ابن الأنباري: المعذرون ها هنا المعتذرون بالعذر الصحيح. وأصل الكلمة عند أهل النحو المعتذرون، يعني أضغمت العين في التاء فحولت فتحة التاء إلى العين وأبدلت الذال من التاء وأضغمت في الذال التي بعدها فصارت ذالا مشددة. المعذرون أصلها المعتذرون، كما قرأ من الذي قرأ المعتذرون؟ أنس ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ويقال في كلام العرب اعتذر إذا جاء بعذر صحيح، وإذا لم يأتي بعذر. قال الله تعالى: قل لا تعتذروا، فدل على فساد العذر. وقال لبيد: ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، أي فقد جاء بعذر صحيح. وكان ابن عباس يقرأ المعذرون ويقول: لعن الله المعذرين، يريد لعن الله المقصرين من المنافقين وغيرهم. والمعذرون الذين يأتون بالعذر الصحيح. فبان من هذا الكلام أن لهم عذرا على قراءة من خفف، وهذا ما رجحه الحافظ. وجاء المعذرون على قراءة، قال هنا ابن كثير ابن عباس صح، على قراءة ابن عباس، وجاء المعذرون أي من له عذر صحيح، من له عذر صحيح. قال رحمه الله تعالى: والمعذرون الذين يأتون بالعذر الصحيح. فبان من هذا الكلام أن لهم عذرا على قراءة من خفف، وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ المعذرون فيه قولان. قال المفسرون: جاء هؤلاء ليؤذن لهم في التخلف عن تبوك، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة جرأة على الله تعالى. طيب القرطبي ننظر ماذا قال رحمه الله. طيب في كتاب العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي: المعذرون الذين لهم عذر بالتخفيف وبالتثقيل، الذين لا عذر لهم فتكلفوا عذرا. فائدة مختصرة. إذن وجاء المعذرون أي أرادوا الاعتذار وليس لهم عذر، وجاء المعذرون أي الذين لهم عذر صحيح، الذين لهم عذر صحيح. ولهذا قال: المعذرون الذين لهم عذر بالتخفيف وبالتثقيل، الذين لا عذر لهم فتكلفوا عذرا، يعني أنهم كذبوا في عذرهم. الآن عرفنا
من هؤلاء؟ يعني حافظ ابن كثير يقول قابل أنهم نفر من بني غفار، نفر من بني غفار، وبعضهم يقول هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. هؤلاء بنو أسد وغطفان. في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: قوله وجاء المعذرون من الأعراب، قرأ الأعرج والضحاك المعذرون مخففا. ورواه أبو كريب عن أبي بكر عن عاصم، ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال الجوهري: وكان ابن عباس يقرأ وجاء المعذرون مخففة من أعذر. أحيانا الحافظ ابن كثير ينقل من تفسير القرطبي، هل ينقل الحافظ ابن كثير يعني من موارد الحافظ تفسير القرطبي؟ نعم ينقل، يعني يصرح وأشار في أوائل البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى أحكام الصلاة. قال: وقد تكلم القرطبي بكلام يعني مطول ومفصل أو بمعنى كلام. قال رحمه الله: وقال النحاس: إلا أن مدارها على الكلب وهي من أعذر، ومنه قد أعذر من أنذر، أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك. هذا معنى هذه العبارة السائدة على ألسنة الناس: قد أعذر من أنذر، معناها أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك. وأما المعذرون بالتشديد ففيه قولان: أحدهما أن يكون المحق فهو في المعنى المعتذر لأن له عذرا، فكون المعذرون على هذه أصله المعتذرون، ولكن التاء قلبت ذالا فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين كما قرئ يخصمون، يخصمون بفتح الخاء. ويجوز المعذرون بكسر العين، المعذرون لاجتماع الساكنين، ويجوز ضمها. ونقل: إلى الحول ثم اسم، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يعني قريب مما ساقه الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسجد.